يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. صدقي بالله يا ليلي، أنا النهاردة الدنيا مش سايعاني من الفرحة. عماد ده طلع راجل بحق وحقيقة. مبروك يا ليلى. إيه ده؟ هو أنت لسه زعلانة ولا إيه؟ آه يا سي عمر لسه زعلانة، ومش زعلانة وبس. أنا النهاردة أقدر أقول لك الكلام اللي أنا كنت عايزة أقوله لك من زمان، اللي أنت كنت بتقوله لي. أنا مش عايزة أعرفك تاني، وجودك في حياتي ملهوش أي لازمة. أنا عمري ما حسيت إن أنا ليا ابن عم، لولا طنط بهيرة كنت هبقى لوحدي، مع إنك أنت الراجل كان المفروض تبقى في ظهري. صدقيني يا ليلى ده كان غصب عنك. لا يا حبيبي مش غصب عنك، أنت مش عيل صغير نغة، أنت كنت عارف أنت بتعمل إيه كويس. أنت عمرك ما فكرت تدور على الحقيقة، ويوم ما مشيت من بيتكم ابني على كتفي وشنطتي في إيدي ما دورتش عليا، ولا فكرت تطمن عليا، فما تقوليش يا حبيبي بقى غصب عني. يا أختي المسامح كريم بقى. لا يا طنط بهيرة، المسامح كريم وأنا مش كريمة، ده حقي، أنا آسفة. أيوة حق إيه؟ حقها في إيه يامّا؟ ده أنت عادتينا وسبتينا عشانها. هي كانت لازم أن تحسي إن أنت ابن عمها وفي ظهرها. هي أنا عايزاني أعمل إيه دلوقتي؟ أروح أبوس على إيديها ورجليها يعني ولا إيه؟ لا استحملها يا والي. لا يامّا مش هستحملها، لأنها لو كانت مكاني كانت عملت أكتر من كده، وبعدين هي غلطانة. والغلط كمان راكبها من ساسها الراس. وانا لو ساكت يبقى ساكت عشان خاطرك انت بس. اما بقى خدت براءه ما خدتش براءه فهي معيوبه. ايوه معيوبه، اللي تتجوز في الدره وتبقى مش عايزه الناس تعرف يبقى باعت نفسها، اللي تجري ورا واحد وترمي نفسها في حضنه يبقى هي اللي بتعادي اهلها مش احنا. عمر صوتك ما يعلاش في بيتي، انت فاهم؟ لا انا اعلي صوتي زي ما انا عايز، ومن النهارده انت هتعملي اللي انا عايزه. بس يا ولد صلي على النبي، روح شوف حالك يلا امشي. حالي وزفت ايه ياما اللي انت بتتكلمي عنه ده ياما؟ دي ياما مالهاش عيش لوحدها بعد كده، مالهاش عيش غير معانا وتحت عينينا، احنا مش ناقصين فضايح تاني. امشي اطلع بره. تطردي ابن عمك من بيتك يا ليلى؟ اه بطرده، ما طردني زمان، وانا من النهارده ماليش ولاد عم، مش عايزه اعرفك تاني، خلاص؟ قدامي؟ اه قدامك. بقول لك ايه؟ انا قرفت منكوا كلكوا اصلا. عرفتي مني يا ليلى؟ اه يا ستي منك انت. اوعي تفتكري ان انت ليكي جميله عليا ولا حاجه. الفلوس اللي انا خدتها منك دي حقي انا، وانا واثقه ان انا ليا اكتر من كده 100 مره. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ليلى؟ ما تخافيش يا طنط بهيره، انت هتخش الجنه مش هتخش النار. كل اللي انت عملتيه معايا والفلوس اللي اديتها لي ده كان تكفير ذنوب. روحي بقى اعملي حجه ولا عمره، خلي ربنا يسامحك على اللي عملتيه. انت باينه عليكي اتجننتي وعايزه تفوقي. بره. خدي وابنك واطلعوا بره. انا مش عايزه حد فيكم في حياتي تاني، خلاص؟ اشربي يا حاج، مش قلتلك بلاش تقللي مننا، دي ما تستاهلش. بس بس انتوا هتتخانقوا قدامي وعشان ايه؟ عشان هو كان عبيط ومعرفش اللي كان لازم يعمله ويتصرف بغباوه، وانت ايه؟ خلاص خدتي حقك واتنصفتي وصوتك عالي عليني وما بقيتيش محتاجاني. لا هتفضلوا طول عمركم ولاد عم مش بخاطركم، غصب عنكم انتوا الاثنين، فاهمين ولا مش فاهمين؟ وانتي لازم أن تعرفي ان هو ابن عمك وراجل البيت وكلمته هو اللي تمشي، واني عمتك وخيري عليكي وجمايلي مغرقاكي من فوقك لتحتك. ولو دلوقتي هتستغني عني يبقى هترمي نفسك في نار الدنيا وانتي مش حاسه يا عبيطه. وانا بقى عايزه نار الدنيا، مش عايزه جنتكم. يلا بره. ليلى بره، اطلعي بره انت وابنك، انا مش عايزاكم في حياتي تاني. عرفت انك خرجت، قلت اجي اسلم عليك. مالك؟ لا بتهش ولا بتنش وقاعد عامل كده ليه؟ هش ايه ولا نش ايه؟ بركة في عمك. طلعني بره الليلة خالص. ويصح برضه انه يعمل فيك كده. وتسيبه؟ رحم الله امرأة عرف قدر نفسي. استسلمت؟ معلش خلاص بح، انا كده تمام. اقول لك انا ناوي اهاجر بره البلد. والله طب ما دام هتهاجر بقى قولي. اقول لك ايه؟ حقي مش فاهم. هو مش انت اللي كنت ماسك لنا كل حاجه، عقود الشركات وفلوس الاراضي والتوكيلات؟ حقي فين في الليله دي؟ انت عايزه ايه بالظبط؟
اي ورقه تثبت ان انا ليا حق عند المعداوي، وان هو خد ورثي من ابويا، وانه حرامي سرقني. صدقت بنت حلال، انا ازاي الحكايه دي كان غايب عن بالي؟ انا فعلا عندي ورق ليك. فين؟ بس ايه الفايده؟ مين اللي هيقوم بالليله دي؟ هات الورق وانا هظبطك. دقيقه واحده. يلا. مفيش حاجة تتقال أكتر من اللي اتقال، بس في حاجة مهمة لازم الحاج حسن يبقى عارفها. قول يا عم مختار. شوف، أنا كنت أتمنى إن ولاء تبقى العماد، مش بس كده، لا ده لو ما كانش جه عماد وطلبها أنا كنت هتجوزها له غصب عني. مش للدرجة دي يعني. لا إزاي؟ ولاد الأصول يا حاج حسن الناس تجري وراهم بالمشوار عشان تناسبهم. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويتمم بخير. البيت نور يا جماعه. العروسه جت. نور بيك. ازيك؟ تمام. قمر ميرسي يا روحي. ازيك؟ تمام الحمد لله. لاني عروسه. اتفضلي. استاذ حسن طبعا يعني من غير مقدمات كده، حضرتك عارف طبعا انا جاي ليه النهارده، واتمنى يعني انك توافق. أنا عن نفسي موافق. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ موافقة أكيد يعني. وأنا بقى حاجز لكم كلكم كده مكان هيعجبكم قوي. لا لا من فضلكم سامحوني، ماليش في السهر. لا 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 لازم تيجي معانا. لا لا سامحني. أيوة شيماء أنت فين؟ أنا هعدي أخدك. بس أنا لو ما عدتش خدتها هتعمل لي غاغة. هي دي كل الأوراق اللي معاك مش كده؟ أيوه هي كل الأوراق اللي معايا. بيني وبينك أنا لما مسكت كل أمور المعداوي قلت آخد صورة من كل مستند، لأن أنا كنت حاسس إنه هيبيعني في يوم من الأيام، قلت أي صورة تنفعني. ده عقد بيع وشراء مني للمعداوي بنصيبي في ميراث أبويا. أيوه فعلاً. اسود ومنيل بستين نيله يا معداوي الكلب. انا ما عملتش لعمي اي توكيل. حلو حلو قوي قوي قوي. انا عاوزك بقى كده بهدوء تفهميني احنا رايحين على فين. يا نهار اسود ومنيل. رد يا خالي بقى. يا خالو رد. الو الو. ايوه يا خالو. ايه يا حبيبي؟ اهدى اهدى اهدى. في ايه؟ المعداوي مات؟ المعداوي مات؟ مات يا خالو؟ قتلته؟ قتلته يعني ايه؟ يعني انت قتلت خالو؟ انا مش فاهمه اي حاجه. انا لازم اقابلك دلوقتي حالا. معلش لازم اقابلك دلوقتي. ألو ألو حتى البيت. انصر دينك يا خالي، انصر دينك. صوفيا
يا سفيا، ايه اللي حصل من رقبتك؟ مفيش يا حبيبي. بالراحة. مفيش يا حبيبي، اطمن انا كويس. انا مالي؟ انا بس عايزاك تروح اطمن على عمي لحسن، كان تعبان. رايح يا ماما، رايح. استاذ خالد دي على سمحتك. يا دكتور خير، في ايه؟ والدك محتاج عملية حالا. طب ما تعملوها مستنيين ايه؟ العملية خطيرة وفي اقرار لازم حضرتك تمضيه. خطيرة ازاي يعني؟ العملية في العمود الفقري، وحضرتك بس اللي تقرر اذا كان يدخل العمليات ولا لا. عن اذن حضرتك. حالته عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله تمام. طب اخبار العمليه ايه؟ تمام، بس ايه؟ احتمال ما يقدرش يمشي تاني. انا عايزه اعرف كل حاجه عن الشركه دي وممتلكات يوسف قد ايه بالظبط، ونصيبي كام، ونصيب صوفيا، ونصيب ابني كمان. تحت امرك. في شويه اوراق عايزه افهمها، عايزاك تجوا معايا في المكتب شويه. اتفضلي هانم، اتفضلي. كل الاتفاقيات اتفقتها معاك يا كمان هننفذها لك وبالحرف الواحد كمان. تحت امرك يا ليلى هنا. مش كده وبس، هديك اكتر بكتير. عشان انا ما بنساش الناس اللي وقفت جنبي. لا انا اهم حاجه عندي ان انا بحب اخدم الناس. وكانت اهم حاجه ان انت تعدي المحنه اللي انت فيها دي باي شكل من الاشكال. بقولك ايه يا كمال؟ خليك صريح ودغري معايا، وبلاش كل شويه والنبي تسمعني للصوانه اللي انت بتسمعها لي، لا انا ما بحبش اسمعها اصلا. يبقى لازم نعرف هنعمل ايه. ايوه الله ينور عليك. هو ده انا عايز اسمعه منك، هنعمل ايه؟ اصل المشكله ان المعداوي في المستشفى، واحتمال كبير قوي قوي انه ما يقدرش يمشي تاني. انت بتتكلم بجد؟ لا، وفي شك كبير ان راويه ورا الموضوع ده. اصل المعداوي بيقول ان خير راويه هو اللي كان سايق العربيه اللي عملت الحادثه. حلو قوي الكلام ده، بدات تعجبني، مصحصح ومركز. ده غير بقى ان انا حاسه انك انت كنت عارف ان كل ده هيحصل. لا، هو أهم حاجة إنك أنت تكوني مستعدية استعداد تام لمفاجآت الحياة، ولا إيه؟ طب ما تجيب من الآخر وقول اللي عندك إيه؟ لو راوية فعلاً ليها صلة بموضوع الحادثة ده، يبقى خلصنا منها ومن زنها ومن مشاكلها، لأنها مش هتسكت، وخصوصاً إن ليها حق ميراث اللي المعداوي لهفه في كرشه. ولو المعداوي كمان مشلول، ربنا يفك كربه يا رب. يبقى خالد انتهى، لأنه مش هيستحمل يشوف أبوه بالشكل ده. يبقى ما قدامناش غير مين؟ ننوسة عين أمها صوفيا. اسم الله عليكي، زيك زيها، اللي ليها ليكي، بل بالعكس أنت كمان قادرة وعندك خبرة بإدارة المشروعات اللي زي دي. مش كده وبس، ده أنت يا عيني المظلومة المقهورة اللي اتبهدلت، يعني حقك هتاخديه تالت متلت، ولا إيه؟ ولا ايه؟ خالد، خالد، خالد. يا حبيبت عاملة ايه دلوقتي؟ اخبارك ايه؟ كويسة حبيبي الحمد لله. هو عمي اخباره ايه؟ صباح الخير. صباح الخير. لا انت النهارده احسن الحمد لله. وبعدين انت قلقانه ليه؟ انت شويه كدمات بسيطه بس اللي حصلت لك، والدكتور كمان كتب لك على خروج النهارده لو تحبي. طب كويس، يبقى تخرج النهارده ان شاء الله. طب عمي اخباره ايه؟ طيب انا هروح اخلص اجراءات الخروج وهرجع على طول. طب يا حبيبتي انا هروح اشوف بابا واجي لك تاني. سلامتك يا معدوي. هقول معدوي عيط؟ هو كده كل ما يشوف حد يعيط. يا راجل بقى المعدوي اللي بيشايب البلد كلها، والناس لما بتسمع اسمه رجليها بتخبط في بعضها يعيط. ده معقول؟ انت جاي ليه؟
جهز ورقه مع الدواء. بص انا مش عايزك تقول ولا كلمه، انا جاي لك عشان اقول لك حاجه واحده بس، ان انا عندي وعدي واني معاك ومش هسيبك، ان الدنيا مش وحشه قوي زي ما انت فاكر. مش معنى انك وقعت تكتر سكاكينك زي ما بيقولوا. قول انا ايه ما قلت له كده؟ يا ما قلت له يلا بينا نسافر، احنا عايزين ايه تاني من الدنيا؟ مش عايزين منها حاجه. انا اكتر واحده فهمت ان الدنيا دي كلها وهم والله. طيب استاذنك تسيبينا مع بعض شويه. حاضر. قلقان من ايه يا معداوي؟ قلقان على مكانتك ولا على فلوسك اللي عملتها ولا قلقان على مشاريعك اللي كنت عايز تعملها ولا قلقان من الناس اللي عايزه تاخد مكانك وكانت بتخطط لك وبترتب لك؟ انا لو وقعت محدش هيرحمني. انت فاهم غلط وعمرك ما هتتعلم ابدا. انت جاي تثبت فيا؟ بالعكس انا جاي اقول لك حاجه مهمه قوي. انت عملت فلوس قد ايه يا معداوي؟ وانا عملت فلوس قد ايه؟ احنا اكبر شركتين في البلد بس للاسف ما اتعلمناش. انا ابني راح مني، عشت سنين لوحدي، بعدين راحت مراتي، وما اتعلمتش غير لما لقيت اني لازم امد ايدي لغيري. انت كمان ابنك راح منك بس ما خدتش بالك هيروح منك الا اكتر من كده. خليك معايا. انا جاي اقول لك اهو اني معاك. وخالد خليك مع خالد، خالد محتاج لك. خالد ابني وانت من هنا ورايح صاحبي. بالمناسبه قبل ما انسى، انا كنت وعدتك ان انا هشاركك في الشركه بتاعتك. لا انا مش هعمل كده، انا هدمج الشركتين في بعض مع الدهوي. ايه رايك؟ هتفضلي معاه؟ مش هسيبه. أنا دلوقتي محتاجة له أكتر ما هو محتاج لي مليون مرة. الحياة ما بقتش مستاهلة. مش هترجعي تاني للي فات يعني؟ أنا نفسي أنام وأقوم ألاقي نفسي فاقدة الذاكرة. مش عايزة أفتكر غير اليوم اللي أنا عايشاه وبس. هتحبيه يا رجاء؟ أنا مش معاه عشان بحبه. ما إحنا ياما حبينا واللي حبيناهم راحوا مننا. وبرضه حبينا وما عرفناش نبقى معاهم ولا عرفنا نخليهم يبقوا زي ما احنا عايزين. انا معاه عشان بقضي واجبي ولازم اعمله. لو انت عايزه حاجه محدده قوليها لي وانا اعملها لك. لا انا خلاص ما بقتش عايزه حاجه. اللي بيفهم يعرف ان كل حاجه في الدنيا ليها سعر الا البني ادم. واللي بيفهم يعرف برضه إن إحنا أغلى حاجة في الدنيا. لازم نحافظ على بعض. يا إما نقول على الدنيا يلا السلام. على فكرة أنا مش مصدقك. لا صدقني. أنا وعدت المعداوي إن إحنا نبقى أصحاب. وأنا لما بوعد ما أعرفش أخلف. وأنا بوعدك إن أنا هبقى معاه. مش هسيبه. مش هسيبه لغاية لما أبقى أحسن من الأول مليون مرة. متأكدة؟ ما بقاش عندي خيار تاني. خدي بالك منه. يا صباح الفل. ناخد الدواء بقى؟ شكلك لسه زعلان مني. طب مكشر ليه طيب؟ ده حتى بيقولوا يعني اضحك للدنيا تضحك لك. بص يا معداوي بيه، انا عارفه ان انا ماليش حق ان انا اتكلم، بس بصراحه انا مش قادره اسكت.
أنا عايزة أقول لك على حاجة، ربنا دايماً بيحبنا لما نبقى طمعانين في كرمه وفي رحمته، وإن إحنا نبقى واثقين من جوانا إن هو هيهدينا بهدية في الآخر مهما كانت عيوبنا. صلي له يا معدوي واحمده واشكره. إحنا دايماً بنبقى فاكرين إن ربنا بيجيب لنا حاجة وحشة، بس مع الوقت بنتأكد إنه بيبقى خير لينا. صدقني، خد الدواء. ليه؟ هو إيه ليه؟ فيها إيه أحسن مني؟ الله، قولي لها إيه؟ طب ليلى، ليلى أنت كنت بتحبها، إنما ولاء، ولاء ليه؟ تقصدي ايه بالظبط؟ انت فاهم انا قصدي ايه كويس قوي. ليه ما حسيتش بيا؟ انا حاولت اقرب ليك بكل الطرق. ايه؟ كنت عايزني اقول لك بصراحه كده اني بحبك؟ طب انا بحبك يا عماد. عماد ولاء مش اجمل مني، ولا هي اغنى مني، ولا مركزها احسن من مركزي. ايه؟ عشان محاميه زيك؟ ده مش سبب. منيره، منيره انت فاهمه غلط. حبي لولاء مش باختياري، ده شيء قدري. قلبك هو اللي بيروح مش انت اللي تجيله. هو قلبك ده ما راحليش انا ليه؟ ها؟ ما راحليش ليه؟ ليه بعدت عني؟ طيب، طب لو انا فيا حاجه وحشه او حاجه مش مريحاك قول لي، انا مستعد اغيرها. هو نور ليه بعد عنك؟ نور عمره ما حبني. نور طول الوقت كان بيدور على حد يرضى بيه وخلاص، بس انا عمري ما حسيت ان هو جنبي. بس السؤال بقى، أنا ليه بحبك أنت؟ أيوة بحبك. أنا شفت فيك اللي ما شفتوش في أي راجل تاني. عماد، عماد أنت بتحب بجد، وأنا جنبك هبقى مطمنة، هبقى عايشة وحاسة إن ورايا ظهر. منيرة، 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 أنا بحب ولاء، وتقريبا إحنا في حكم المخطوبين. افسخوا الخطوبة عادي، في مليون واحد خاطب بيفسخ الخطوبة لمجرد انه بيلاقي الحب الحقيقي، بيلاقي البني ادم اللي بيحبه بجد. ايوه بس انا بحبها. بيتهيألك، انت بيتهيألك، انا فاهمك. انت دلوقتي بتغلط نفس الغلطة اللي عملتها مع ليلى. انت مش بتحب ولاء يا عماد، انت عايز تقف جنبها، عايز تساعدها، عايزها تبقى اشهر محامية، انما مش بتحبها. انا ما عنديش مشكلة في ده، خليك جنبها، انا مش معترضة، بس ما تخلطش، ما تخلطش بين مشاعر العطف والحب الحقيقي يا عماد. منيرة، أنا عايز أقولك إن أنت يعني جميلة وكل حاجة حلوة يعني، بس أنا زي ما قلتلك أنا بحب ولاء، وأنا أعتبر إن أنت ما جيتيش يعني، من الأفضل إن أنت كمان ما تجيش الشركة. كل ده عشان ولاء؟ ياه، أنا ولا حاجة قوي كده؟ طب اللي أنا قلته لك ده هي الورقة اللي هنلعب بيها. طب والمطلوب مني إيه؟ شوف بقى يا سيدي، بما ان انا موقوف عن ممارسه المهنه يبقى مفيش غيرك يا بطل. اه، انت عايزني يعني ارفع قضيه ضد المعداوي باسم مدام راويه، صح؟ صح، وهي بتقول انها عمرها ما كتبت له توكيل ولا تنزلت له عن ميراثها، يعني كل الاوراق والعقود اللي معاه مزوره. طب مش يمكن تكون كدابه؟ لا مش كدابة. طب بقول لك ايه؟ طالما الموضوع كده ما تجيب من الاخر وتقول لي الدنيا فيها ايه؟ ماشي يا عم. احنا بعد الليله ما تخلص وراويه تاخد الفلوس هناخد منها 30%، نقسمهم انا وانت بينا. 20%؟ 10%؟ لا كده ما تبقاش حلو. لا هو انت يعني اللي كنت مسكر؟ ده انا بابا. ماشي
بس ساعات يعني التلميذ بيتفوق على أستاذه. ماشي نتفق. لا 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 نتفق ايه؟ نتفق كده بقى ايه؟ احنا نجيب ورقة وقلم ونكتب الكلام ده. الله انت كده بقى بتخوني. عيب ده انت بابا. بس لو تقولي لي بتفكري في ايه؟ سيبيني يا فاطمة في اللي انا فيه. يا اما ريحي بالك بقى واسمعي اللي بقولك عليه. اسمع ايه؟ هو انت كلامك يتسمع اصلا؟ اه يتسمع يا اما، دي لازم تسمع كلامنا وما تمشيش بدماغها. ولا انت نسيت اللي حصل قبل كده؟ واذا كان ربنا سترها في اللي فات فيعلم بقى اللي جاي يجرى في ايه. انت لسه شايفها برضك غلطانه؟ الله جرى ايه ياما؟ يعني انت مش شايفاها كده؟ ياما ياما انت اكتر واحده في الدنيا عارفه انها غلطانه وانها تستحق مليون الف مره اكتر من اللي هي فيه. وانما تستحقش ياما اللي انت عاملاه في نفسك ده. لا يا فالح مش هو ده اللي بفكر فيه. امال بتفكري في ايه ياما؟ بتفكري بقى انها تيجي تقعد معانا تاني؟ ولا احنا بقى نسيب حالنا ومحتلنا هنا وننزل للست هانم الصنيوره عشان نحميها؟ لا ده ولا ده. امال ايه؟ بفكر فيكم، بفكر فيكم انتوا الاثنين، وبفكر فيه، بفكر اخليكوا ازاي تحبوا بعض وتحسوا ان انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. الله ياما ياما الحب عمره ما كان بالعافيه. بس انتوا دم واحد. ده من امتى؟ يعني ايه من امتى؟ يعني من امتى حسيت ان احنا من دم واحد؟ مش دي لما كانت بتيجي سيرة امها بيركبك 100 عفريت وبتبقي عايزه تهد الدنيا؟ كنت غلطانه. طب احنا بقى نعمل ايه؟ احنا اتربينا على ان ناسنا وقرايبنا هم اللي احنا عارفينهم، ودي بقى لا عمرنا شفناها ولا زرناها ولا وديناها. طب اني غلط؟ تغلطوا زيي؟ ياما احنا ما غلطناش، الغلط من زمان اصلا. كنت تطلحوا انتوا؟ ما عادش ينفع ياما. يعني ايه ما عادش ينفع؟ ياما ريحي بالك بقى. ليلى ياما نفسها مش عايزانا. ليلى لما كانت محتاجة الدنيا كلها جنبها كانت حد تاني. ليلى لما دخلت البيت ده أول مرة ما هبتش فينا الهبة دي. يا ست الكل ليلى استقوت لما حست إن بقى ليها عندنا حق. طب إيه أقولكوا بقى؟ إني مش هسيبها. يا ست إحنا مش بنقولك سيبيها. إحنا مش بنقولك سيبيها ياما. كل الحكاية ياما إحنا بنقولك الحقيقة. ليلى لازم تعرف ياما إن ليها عيلة وإن الكلام اللي يتقال لازم يمشي غصب عنها. مش بنتحكم فيها لا سمح الله، بس عشان احنا عيلة واحدة ومصالحنا واحدة، وهي مش هترضى بده. حبيبتي يا بنتي. اسمعي بقى، أنا عايزة حلقة أجمد بكتير من حلقة رجاء. بجد؟ أنا كنت فاكرة إن أنتِ عاوزة تظهري بشكل معين يكون في دعاية أفضل للجريدة بتاعتك. طب ما أنا عايزة كده فعلا. خلاص؟ يبقى تفكك من رجاء دي خالص، رجاء خلاص راحت عليها. راحت عليها ايه؟ بلاش خيبه، دي بقت بطله يا ستي. الناس بتنسى زي ما بتنسى اي حاجه. رجاء نفسها قررت انها تنعزل عن الناس، مش عايزه حد يفتكرها. هي بنفسها قالت لي كده. ايه كلام فارغ. بس انا مصدقاها. والله اللي اعرفه انك المفروض تعملي اللي انا عايزاه. يعني المفروض بقى ان انت معده ومحترفه وكده. هو يعني المفروض بقى تسمعي الكلام، ولا انا غلطانه؟ ما انا بقى عشان معده ومحترفه وعارفه كويس قوي ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي ما يتعملش وكده اهو. اقول لك سيبك بقى من رجاء دي خالص، خلينا بقى نفكر في نجوى. انت محتاجه مستشار يكون عندك هنا في الجريده، مستشار علاقات عامه، حد يكون علاقاته كبيره وواسعه، مش لسه هيعمل قاعده علاقات من اول وجديد. انا بقى مستعده اقوم بالوظيفه دي. لا معلش فهميني تاني، اصل انا في حاجات كده بتقف في نافوخي بالعرض بتعصلك. اقولك انت الجريده بتاعتك دي لازم تكون نمبر 1، ولازم يكون ليها تاثير وتاثير قوي كمان. وده هيحصل بطريقتين، من الاخبار الحقيقيه اللي هتتنشر عندك في الجريده، ومن كم العلاقات اللي هتجيب لك اعلانات تحقق مبالغ هايله لخزينه الجريده. تقصدي جيوبنا؟ طب وخزينه الجريده وجيوبنا ايه؟ مش واحد؟ وبعدين؟ ولا قبلين. أنا علاقاتي كبيرة قوي وواسعة، ده غير بقى علاقاتك الخاصة يا جميل. متهيألي كده يبقى عندنا قاعدة علاقات قوية جدا نقدر نتسند عليها. أي حبيبتي، بس أنت كده تبقي بتعملي بيزنس مش بتشتغلي وظيفة. وهو غلط؟ لا مش غلط، بس أنا شامة كده ريحة حاجة معرفهاش. احنا لازم نبقى ناس أغنياء قوي، نبقى أغنى ناس في البلد. أنا كان عندي الفكرة بس ما كنتش عارفة أنفذها إزاي. كنت
كنت محتاجة لطريقة. جيت انت بقى يا جميل وقلت لي الطريقة اهي. يلا. ماشي. يلا. بس ازاي بقى؟ البورصة. فلوس كتير قوي في البورصة. حبيبة قلبي. قولي لي بقى كل اللي عندك. وانا كلي ودان صاغية. ارغي.